كوميديا عاطفية تجمع كل من أندي غارسيا وفيرا فارمينغ في آت ميدلتون، ويروي قصة لقاء بين والد ووالدة لا يجمعهما شيء مشترك، لكن اليوم الذي يشاركا فيه في يوم جامعي مع ابنتيهما تبدأ قصة حب غير متوقعة. شققة فارمينغ الحقيقية أدت دور ابنتها في الفيلم، ودانيلا غارسيا ابنة أندي أدت دور ابنته، والاثنتان تعارفتا أثناء الدراسة. وهذه أول تجربة سينمائية بين غارسيا وفارمينغ. عن هذا التفاعل الكيميائي تقول: الأمر يتعلق بالإرادة، أنا أردت ذلك. عندما تخوض تجربة فأنت تخوضها بمحض إرادتك، لكونك أردت ذلك. السيدة فارمينغ لم تنظر إلى الأمر وكأنه هبة مادية. كلنا نجد أننا في مكان ما لكوننا اخترناه، وهذه بداية التفاعل الكيميائي، إذ أنك تريد أن تخوض التجربة وتبني القصة. وهذا أول فيلم روائي لآدم روجرز. يذكر أن أفلامه القصيرة حازت على العديد من الجوائز في مهرجانات حول العالم. آت ميدلتون يعرض حاليا في الصالة الأمريكية.